talking but not much coming at you واكتر من الجنون من ويتفي. النجمة التركية هاندا ألتشين تتلقى هجوم من طرف المتابعين. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكم كل جديد. أعرب النائب التركي بدري بايكام عن رأيه بتمثيل النجمة التركية هاندا ألتشين بعد أن تعرضت للانتقادات من قبل بعض الأشخاص الذين اعتبروا أنها لا تمتلك موهبة تمثيلية. هذا وقد صرح النائب بايكام قائلا: تمثيل هاندا ألتشين أصبح الأكثر تداولا وحديثا، وكل ما يحدث معها هو محاولة الإعدام دون محاكمة لمهنتها. لا أستطيع فهم لماذا يتعرض هذا الهجوم لشخص فقط لأنه جميل ولديه حضور على الشاشات. إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا يهاجمون مارلين مونرو؟ بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن تمثيلها جيد للغاية. وللذكر فقد لاقى الرأي الذي أبداه النائب بايكام تأييدا من قبل العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن تضامنهم مع النجمة هاندا ألتشين ودعمهم لموهبتها التمثيلية. وقد رأوا أن الانتقادات التي توجه لها غير مبررة وتحاولها من حقوقها المهنية دون سبب واضح.